Let's go. Chapter 9. Luis, where are you? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. مسقع دمك لويس. He's in trouble. We can't just leave him, right? نأزتيني الله لا يوفق عدوينك. صرعتيني مفكر ليون لحاله بقول مين اللي بيحكي معه قاعد. فكرتها مش معه. صح مزبوط اخر مشهد كان بينه وبينها هي حاسه بالذنب واشي. لكدام لا هذا عامل زي الكنز. بديش العب. صرعتي. انقذني ايها الامير الجذاب. يخرب بيت لويس مثقعت. مثقع؟ مثقع دمه؟ صرت بلدغ انا؟ مثقع دمك ولا لويس؟ يا لويس يا ثقع. هيه ايش باخد انا قاعد؟ مثقع دمك يا ثقع. لا 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 منظر الشنطة يوحي اني كاين في سخام وهو مزبوط انا كنت في سخام. احلى اشي رصاصتين الماجنوم هدول. كل مرة بقول اني بسخام بس لا لا بس اسمعوا للامانة الواحد بخلص الاشياء فيها بطلوع الروح. لا لا يعني انا حاليا احسن اشي عملته اني استثمرت في رصاص الرشاش. رشاش فل في معي 140 رصاصة. لا لا بس الوضع مش مريح. انا بحكي وانا بتوتر. اسمعوا من اول اللعبة وانت في حالة توتر. معلش من لحظة ما فات القرية للحظة هاي وانا في حالة توتر. وراح احاول ارتب رصاص زي الخلق. يا عمي بتخاف رصاصك يروح وبتخاف مواردك تقل زي ما حكوا. تعال انت تعال هيك بنفع. هه والله بنفع يا مرتب اهلك. هيك انا نفسي اغير الدشاديش اللي حاططهم على الشنطه هذول الشساشيش الحلي تشارمز. بنحكي هون عنهم دناديش. بس حاليا انا اذا في اشي مش قادر اسيطر عليه موضوع اوامر اشلي. امتى اقولها سبريد اوت؟ هي امتى اقولها فلنفترق وامتى اقولها وذ مي؟ هانج اون. طب انا شو الهدف انه اخليها تفترق؟ ثانيه احنا هون الطلعه. طب استنى هون ايش في؟ ايش الهدف انه اخليها تبعد؟ هون من محل ما اجينا. اوكي فيش اشي بالغرفة صح؟ انا تعقدت من الكنز اللي تركته في الكنيسة الالماس الصفرة. لا هي ايش رح تكون معي في متاهة الحديقة؟ اشلي اشلي ونشهد اشلي 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 حي الله اشلي كلناها ومن الشجرة اشلي. صحيح في نقطة لاحظتها في الديمو بس خلينا نقول غضيت نظر عنها على بين ما تنزل اللعبة الأصلية ألا وهي تعابير وجه ليون الفيشل اكسبريشنز حقون ليون في 2 ريميك أحسن من 4 ريميك. هلا هذا الموضوع بأبديت أكيد بتزبط أكيد لأنه هم أكيد استعانوا بنفس الموديل فعندهم نفس التعابير ونفس الوجه. بس لا هون شكله غير. إذا بدي أقارنه مع 2 ريميك هون شكله مش بنوعية 2 ريميك مش بنفس الكواليتي صح؟ بس برضو بالنهاية هذا القصص مش خلينا نقول مش حرجة وبأبديت بتتظبط
وبس لانه هذا اشي لاحظته في الديمو، بس قلت يمكن ديمو في اشياء بتكون مش ظابطه 100% لحد ما تنزل اللعبه الاصليه. وبعدين بالنهايه تفصيله نوعا ما بسيطه يعني مش اشي فظيع، بس احنا لانه هذه لعبتنا حبيبتنا بتعني لنا انها تكون قريبه من البيرفكت، قريبه من البيرفكت، وهي قريبه جدا من البيرفكت. يعني لو اخذت لعبه السنه ما راح استغرب. الغربان بحسهم بغشوني وبحسسوني انه معهم الغاز، الغاز قصدي كنوز، بس ولا معهم اشي، كذابين. اوه حسان، ركز الله يرضى على فتحية. هو في كنز واحد بس وشكلي انا في طريقي اليه. اشلي خليك. شو يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش شايف. اوه عيت معيت معيت. انا مش شايفك يا عتمه، انا مش شايفك يا عتمه. Is he dead؟ اوه والله مات. مات من سكينتي؟ لا. كلاب وعتم لا. اشلي اشلي خليك معي يا اشلي، اوعى تروحي اي مكان يرضى عليك يا اشلي. الكلب شفته هيو. طب كيف يعني؟ شو هذا الصوت؟ شو هذا الصوت؟ صوت الكلاب زي صوت الاسود. شو هذا الصوت؟ سامع صوت حدا بركض. سنة ركز. أهم إشي إنه في كنز، وأهم إشي كمان بالضبط. أنت ليش واقفة هيك؟ ليش فريقي الكلاب؟ أسد أسد أسد. أكل أشلي؟ أكلني أنا؟ أما أنا بصيح عليهم قبل أشلي. استنى استنى. عند أمرها بالتحرك في وضع الاقتراب ستظل أشلي قريبة من ليون في جميع الأوقات. هذا الوضع مفيد بشكل خاص عند التحرك أو محاولة تجنب الأعداء. شكرا. على فكرة كل هاللعبة سمعتني، لأنه أنا حكيت إنه أنا مش فاهم كتير موضوع أوامر أشلي، إمتى أقربها وإمتى أبعدها. استنى، معقول عشان هيك أنا كنت أنفضح في بعض المرات اللي كنت أمشي فيها ستيلث؟ أوكي، بما إنه متنا خلينا نجرب هذا الطريق. أوكي، في سلم. أوه ماي جاد، هذا وش راح يسوي؟ وطي صوتك الله يفضح عدوينك، وطي صوتك. هاي ليون، ولا العلم نزل شفت؟ ولا فضحتينا اشلي. انا بكون مركز وخايف، بحبش الصوت العالي. هاي ولا ليون نزلنا العلم. You freaked me out. كنتو هاد. اوه موارد كبيرة. اسمع في مجال تعمل شوت جون. اسمع شوت جون له فترة صفر.
يخرب بيت الشوتجن بده 10 باودر مش معقول. بس معنا ذخيرة فسفس، معنا ذخيرة رشاش، ومعنا قنبلة ضوئية. اوعى تغلط غلطة الفيديو اللي فات. طب شو اعمل هلا؟ شو اصنع؟ تصنعش اشي، شوف الوضع وبعدين نقرر. وها حقطعكو حتى يس افعى. يا افعى وقته ما اخضر اهلك. اوه انت جديدة؟ لا نفس القديمة بس كتير خضرة. يعني افعى لدغتينا هو وقته عمى. خلص يعني انا خايف خير. اوه هلو. على فكرة الكلاب إذا ما تحولوا بموتوا بسرعة، ثلاث رصاصات بالعضل وبيسفسس بالحمص. مش وقته نهائي. أوه. دان الأغراض راندوم في الصناديق، اللي أخذته في الصندوق الأول مش حتاخده في الصندوق الثاني. قنبلة يدوية، طب الحمد لله نعمة. وهي تسطيس. طبعا حبيب القلب اخوي هراها اللعبة قبل ما انا العبها، بس بحب اقولكم هراها هراها جز ختمها ختمها. بيستغلني. طول بالك. بقدر اطخ من هون. يعني بسرعة 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 كده. لا لا دونت سبريد، انا بالغلط بالغلط. تعالي اوكي ويز مي. شو صار؟ مات ولا انا متت؟ انا رميت ايش؟ انا رميت انا هلو. شو صار؟ يما كنا رميت القنبلة حسان ولا بالبقلك. كنا رميت القنبلة من الخوف. خد خد الافعى، خدها طلع كيف قاعدة. اشلي بتقول لي اطلقت صراحهم يا ذكي. ما هو اشلي اكيد جوا في اشي اكيد. طلعي شايفه مليان. طخيت يا 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 خسيس. اوه مات من السكينه. احسن يا خلاص. يا كين بيوتر عمتك، ولكن ان شاء الله ستك بتاكل فسفس. يلعن شكلك نط من الحشيش. هيز ديد. لسه في كلاب يا كلاب الحشيش الاعشاب. اثنين بارود وواحد. اشلي انت بخير؟ في كنز. اوه احنا قربنا، في كنز هون. طول. اوه حسن I'm freaking out I'm freaking out. يا امي فيش اشي حسان، كله صندوق الفلافل كله بيحوص. هاي من الكلاسيك رقعة الشطرنج الفخمة. نايس. طب حاليا بقدر اصنع بندقية. بس اعطوني اكتر من ستة، والله زمان ما صنعت. اعطوني اكتر من ستة، هاتوا سبعة. اللعبة مرات بتطنشني وما بتحكيش معي، بديش العب. الله اتس اوكي. تخيلوا هذا سلاح التيمب، هذا السلاح انا ما مش يعني مش من بديش اقول ما كنت احبه في الكلاسيك، مش من اسلحتي المفضله. ما بعرف خلص مش من اسلحتي المفضله بالكلاسيك حاليا. هو اللي مشعرني بالامان في اللعبه المجنونه هاي. هو اللي مشعرني بالامان لانه مطوره
ومعاي رصاص محوشه. في صندوق. اسف اشلي، على فكره ليون انا حاسس لمره رح يدفشها ويوقعها. بدنا نلف اللفه. لا بس انسوا، اشلي متغيره 180 درجه عن الكلاسيك. يعني مش مزعجة، بتحسها انه يعني بتحاول تساعد بس بنفس الوقت مرعوبة، يعني وضعها تمام وبتساعد. شكرا جيم، شكرا. انا اسف، تعرفوا انا اسف دايما ريزيدنت ايفل بتعمل معي هيك، بكون متشحتف على اشي يا اما بتعطيني اياه مباشر او بتطنشني شوي وبعدين بتفاجئني فيه. انا وين رايح؟ شو صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا ابي. كنها طريق جديد. علي الحمص مع التبولة، اني خايف. تعال نشرب مي نزيد هيلث. كمان بندقية. Resident Evil I love you so much. وانا كتير اسف والله، شو احكي لك، بس شكرا شكرا لذوقك يا وبارود عشان اعمل قنبلة ضوئية. اسمعي تعالي تعالي، شكله هاي طريق جديدة، فخلينا ننزل العلم اللي هون. شو هذا الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكرت كنز. لا على اخر علم بدي اوقف اللعبه واعمل زوم. في اشي مكتوب تحت الشعار، شعار الغزال هذا، في اشي مكتوب، اشي فسفس بالحمص، بس ما اظنش فسفس بالحمص. طول بالك ليون، انت راح تموت. حركه نطهم من الاعشاب هاي بتخوف. طب لو ما طخيت يا اتس اوكي، كنت بدي اقول لو ما طخيت بيطلعوا. واللعبة ما كذبتش خبر، جاوبت ركض بس في اشي، اخذنا قنبلة ضوئية ثانية. فريك هيد شوت. هاي في كنوز؟ لا. طول بالك. طب في حدا بركض، في حدا بركض يا ابي، ينقصني يا كد يا خبرتي يا هلبتي، ولك يا زلمه ولك، تحول كده يا بسم الله، ولك وين رحت؟ الله يوه الله. في توجيه امر؟ hold this down. اوكي ايش تعمل؟ اوكي. ولك يا كلب ليش هيك بتلعب معي زقيطه؟ صرعني الحقير. اشلي اذا اجى احكي. في كلب. لا راح لاشلي. انا راح، انا ما بدي العب. اشلي هيو. ايش مالك يا ربي استر، ايش في اشلي؟ مش حتركك والله، مش حتركك، بس انا بتركض مع الكلاب. انا مش فاهم شو عم بيصير، تفتفت على حالي وتفتفت عن هذه مش اشلي، هذا الكلب، هذا مش اشلي، هذا الكلب. ولكم خلاص اشلي، احنا خربنا الدنيا كنه. هذا مش اشلي، هذا الكلب.
اتس اوكي اشلي كني غلطت انا بس انا خفت عليها والله والله خفت على لا تهجم عليها ولا لا تهجم عليها كانوا من الكلاب بيخلصوش انا خفت عليها يقتلها ولا يعمل اشي لانه تركتها لحالها ماسك الباب طلع في مليون كلب وهي بتركض وهم بركضوا وايش صرع مش عارف الحق عمين صار بتهيألي انه في كلاب صار بتهيألي انه في كلاب تعالي طب سؤال لو انا ضغطت باستمرار لا بديش اياها تروح هي No prob. طب اسمعي المفروض الوضع امان المفروض سامع صوت كلاب من بعيد بس اسمع لا تنزل هاي النزلة بس ايش بدنا نعمل هون او حسان ركز اعمل هيك بعدين هوب واقف وين الكاميرا فيش كاميرا مورس اشي يا يلا مش مشكله بالمونتاج بشوف شو هو Now we can finally get out of this maze. ايش انا معك انت وين يا الباب مسكر يا ربي هربت stay away معلش طولي بالك مش هيلحق خلص الوقت كنا هلا والله اتس اوكي هذا اللي بدي اعمله تعالي وراي يور فاين ابن الحنبلق بتكننس انا ضربت لخمه شوي لاني شفت الهيلث تبع ليون خلص فبطلع هيك مش كان المفروض تموت اتس اوكي اشلي ولا يهمك ما ترى مانالوس حخرب بيت اهلوس It's okay. تعملش دوج يا حقير يا كمثرة البطاطا. ولا هلا شلونك مش عارف اذا هادي يعني ممكن يكون
اوه ام اوكي ار يو اوكي والله انك يا اشلي انك فنونس. مش عارف اذا هذا مقصوده ولا لا، بس هل اذا ضربت فلاش عليهم وعملت الاشتباك ضربتهم بيموتوا بسرعه ولا لا؟ لان انا لاحظت قتلت او ضربت تنين. هذا الباب اللي اجوا منه. اوه يا استنى في طريق كنه هون. اوه في تاجر. لاني ضربت تنين اذا لاحظتوا تنين وماتوا بسرعه، فمش عارف اذا هذا مقياس ولا لا، مش حاضر افتي. ضل في سمك هون. في في تعال معيش سكينه. اوكي بروح بصلحها وباجي بقتل. هيلث هيلث. تعال التاجر بيسال عليك. تعالي first things first. اول اشي good is new. شو هذا؟ تنفيذ جميع الترقيات الاخرى او استخدام تذكرة ترقية. اذا جبت التذكرة اللي مع التاجر ممكن افتح هذه الحصرية. زيادة سرعة الهجوم بمقدار 1.5 او اذا بتطوره للاخر. وات؟ اوه انا درعي متضرر على الاخر. Give that the care it deserves, mate. شو بدي اعمل؟ بيع رقعة الشطرنج معهاش اشي، والمزركش هذا بيع، وبدي ابيعه كمان القناص. استنى شوي الليزر. خلص لانه سلاحي فيش فيه ليزر، اللي هو البلاك تيل ما فيه ليزر. Now we're fine. Stranger. Ooh, I'll pay a pretty penny for that. هاي التذكرة إذا بتشتريها بتفتح حصرية السكين مؤقتا. أو مبدئيا. Years haven't been kind to us, I suppose. ممكن برضو تجيب فلوس. والله الخيارات بتحوس. استنى شو عندك تاني؟ ترقية الحقيبة. مش حاسس موضوع ترقية الحقيبة كتير مهم، لأنه أنا أصلا مواردي بتخلص. بس إيش؟ يلا يلا هات هات نشتري نشتري. It's okay. Yes yes. نجرب كل شيء حتى لو فلسنا. موضوع السكين هذا جدا اثار اهتمامي. الله اعلم الشغلات الثانيه شو رح تكون. معناش مجوهرات. موضوع البارود انه مقابل اثنين سبينل مش كثير بس ممتاز. بس انا حاليا مش عارف شو بدي. له ثلاث مستويات. حابب اجرب هذا. انا بما اني مستثمر في الرشاش حابب اجيب مسند الكتف. حابب اجرب الماتيلدا. المشكله هل راح اقدر؟ مش في تختيمه واحده مستحيل. اوكي خلينا ايش نحدد اشي واحد. حابب اجيب المنظار صراحه. ثلاث مستويات تكبير بقول لك. حابب اجيب المنظار، بدنا نحوش له. طيب ايش كمان بدنا نعمل؟ اي سلاح بدنا نعدله؟ اوه كل الاسلحه مستويات. بعمل مقارنه بين الاسلحه. اذا بتكبس مربع بقارن الاسلحه. مقارنه بين البلاك تيل والتمب. قوته اكبر بس التمب ذخيرته اكثر. سرعة إعادة التلقيم للبلاك تيل أسرع. شيبس واو This is nice. واو الماجنوم 15 قوته بش مدمر. وهذا نفس الفكرة، يا بتجيب تذكرة أو بتطور كل شيء عشان تاخذ زيادة قوة بمقدار 1.5. بس هذه هي الحصرية.
كلهم نفس الحصرية. لا لا مش كلهم. هلأ هدول زيادة قوة. القناص لا زيادة معدل إطلاق النار. الفاير ريت السرعة ضعفين يعني دو 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 ورا بعض. زيادة سعة الذخيرة بمقدار 2. أيوة كل سلاح نوعا ما إشي. مش كل سلاح كل مجموعة أسلحة. أوكي أنا مش عارف شو أعمل هلأ. توهتوني. أنت بتستثمر قاعد في الرشاش ف مش عارف. God. Shotgun. I mean, man. I have no idea what to do. Take all the time you need. But shotgun. التاجر التاجر بقول لي خد وقتك لأنه عارف إنه الوضع بتوه. المسدس قررت. See how that feels, mate. Fella like yourself should notice the difference right away. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. والله little bit goes a long way. Selection of good things on sale, stranger. Come back anytime. شو صار في الحقيبة؟ دي توسعت يا رجالة. نايس. طيب صار معنا امتى صار معنا بارود بزيادة هيك؟ امتى صار معي 14 بارود؟ كنا من اللي قتلتهم. وات؟ Got a selection of good things, stranger. والله بتحس بقيمة التطوير في هاللعبة عن جد. هذا ايش؟ اوكي. العمى فكرت حالي بعت اشي غلط غير الليزر. طلع. بس هات نصنع اشي. هات هذا. Yeah. بستاهل هذا. قوي جدا القناص. من اكثر الاسلحة اللي بكون نفسي احترفها وانا بلعب. بس اللخمة بتلعب دور. اللخمة بتلعب دور. ها؟ رتبنا كل اشي على الشمال، ليه؟ مش عارف، بس طلع معي بالاخر. تعالي يا الشولة. في اشي كنوز ما كنوز. What the hell؟ في اشي فوق. فجوة في الجدار. What؟ ايش هذا؟ Wait. What the hell? أنا طريق الصح؟ تعالي تعالي. أنا عم برجع قاعد، في إشي تركته فوق؟ العمى، هذا المكان بيصرعني دايما، منظره مرعب، عمل سيف. أشلي؟ كأنك خشيتي بإشي يا فنونيس؟ تعالي تعالي طلع في كنز، ليش حاسس في أشياء؟
سلام. أخذت سبينيل. الله يسرع أهلا. هاد مكان جديد. معدل أو معمل التجليد. ويت، وين الكنز؟ أوه الكنز كان الزلمة. أوه الكنز الزلمة قال الكنز كان العو. No man. الكنز هيو. The hell? هذا الباب. I'm freaking out. أوه. Come on. أوه. آه صح هذا المكان تبع آشلي. حسان الله يرك الله يرضى عليك. ركز. بلشت أكلش في كل الكلمات. بلشت أكلش في كل الكلمات. It's open. يسلموا. Good work. يا تخيلوا مبسوط على العشبة الحمراء لأنه نادرا ما تلاقيها. أنا كيف قتلته؟ أنا صديت ضربته. تاريخ عائلة سالازار؟ انتهت سلالة عائلة سالازار. فدعت والدته كاتالينا الشيطان إلى منزلهم ليشفي مرض رامون. رامون كان من هو صغير عنده مرض زي أخت ألبرت ويسكر. شو اسمها هي؟ أليكس. كان عندها مرض معضل مي هديك، عشان هيك كان عندها هوس إنها تنقل حالها لجسد ناتاليا كوردا. هلأ هذا رامون كان برضو عنده مرض من هو صغير. إيش هو؟ إمه اسمها كاتالينا. المكتوب هنا هو نبذة عن تاريخ الأسلاف الذين خلدوا ذكرى هذه العائلة المرموقة. كونت غريغوريو. شو اسم أحد مؤسسين القرية في الجزء الثامن؟ برينغاريو. هم شو أسماءهم كانوا؟ الأب نيكولا، برينغاريو، كوليليمو، أو كاسة سيزار. كاسة صح، سيزار الرابع. هذا الاسم على وزن اسم برينغاريو غوليليمو. هذا اسمه غريغوريو على نفس الوزن. أوكي الكونت غريغوريو الفاتح من الجيل الأول، يعني هذا الكاستلان الأول. الكاستلان الأول المحبوب كان اسمه غريغوريو. أوكي قاد غريغوريو رجاله للقضاء على الشر الذي واجهته القلعة، وعلى إثر ذلك تم منحه لقب كونت وتكليفه بمهمة إبقاء الشياطين محبوسة تكريما لشجاعته. إبقاء الشياطين محبوسة هون المقصود فيه البلاغاس؟ وهل المقصود فيه فقط البلاغاس ولا أيضا وحوش البلاغاس صنعها؟ أنا قصدي إنه ممكن البلاغاس مش طول الوقت بحاجة لعوامل خارجية، إنه مختبر ما مختبر، علماء يبحثوا فيه كعكشوا فيه، مش بحاجة يمكن دائما لكل هذه العوامل لحتى يعمل وحوش. هيا بقول لك غريغوريو عمل مهمة إبقاء الشياطين إنه بعيدة عن القلعة ومحبوسة تكريما لشجاعته. هلا مبدئيا هون القصد فقط البلاغاس كطفيل لأنه حكى محبوسة. أوكي الكونت إيبوليتو الخاتم من الجيل الثاني. بجهد بالغ تمكن إيبوليتو من القضاء على وباء الشياطين الذي ظهر في من أعماق الأرض. برضو المقصود هون البلاغاس. توفي متأثرا بجروح أصيب بها في المعركة. الكونت غريغوريو مش هو نفسه؟ نفسه الفاتح، بس برضو اسمه غريغوريو المهندس المعماري لقبه من الجيل الثالث. كان مدفوعا بجنون العظمة. بلشوا من الثالث ينهبلوا
وبعد ثروة هائلة على تدعيم دفاعات القلعة بشكل مبالغ فيه وعلى مكينات غريبة ومعقدة. إذن الهبل اللي شفناه في القلعة تبعت رامون اللي عملها المهندس المعماري غريغوريو الثالث. الكونت خوسيه ألونسو الهادئ من الجيل الرابع سعى لاستعادة شرف العائلة. لاستعادة شرف العائلة كأنه هذا خرب الدنيا الثالث. هاي بقول لك مدفوعا بجنون العظمة، كأنه بسبب جنون العظمة جاب كوارث من ناحية سياسية يعني. فهذا إشي يهدي الوضع، إشي يهدي الوضع، كأنه كاين وضعهم زي الزفت وعلى مشارف كأنه حروب مع عوائل تانية. إشي يهدي هذا خوسيه الرابع. الكونت أليخاندرو المترف من الجيل الخامس أنشأ ساحة وقاعة رقص قبل وفاته من شدة حبه للمرح. شو هالليجاسي هاي؟ طيب يا مترف أنا حاسك طالع برا القاعدة كليا. الكونتيسا ماريا إيزابيل من الجيل السادس. أوه الكاستيلان السادس هي واحدة مش واحد. حكمت الكونتيسا ماريا إيزابيل الأميرة السابقة والسيدة لفترة طويلة قبل وفاتها بعمر 90. هذه معمرة كاينة. طب شو إنجازاتها؟ بس إنها عاشت كتير؟ بس إنها عاشت كتير. الكونت دييغو الصارم من الجيل السابع هذا اللي قبل رامون، هذا اللي قبل رامون كان شديد الصرامة على غرار أسلافه، لقي حتفه على يد شيطان. أوه هذا قتله بلاغاس. الكونت رامون من الجيل الثامن كان يجب أن يقتله مرضه، لقي حتفه على يد شيطان. طب كيف؟ مش على أساس محبوس؟ كيف دييغو مات؟ شديد الصرامة بعدين، يعني عنيد، تنح تنح، فبده يشوف شو هو اللي محبوس. هيو هيو هي هيك هي هيك، صارم عنيد بده يعرف شو اللي انحبس في أعماق الأرض، راح يشوف شو انحبس لأنه صارم وعنيد قام مات. بس هل هذا معناته انه هو اللي فتح الباب مش سادلر؟ يعني قصدي فتح السجن تبع البلاغاس، لانه هذا اذا فتح السجن البلاغاس ومات معناته باب السجن ضل مفتوح، الا اذا كان معه حدا وسكر عليه، لانه اكيد اكيد ما راحش لحاله. بس اذا كان تنح وعقله قزمة ممكن يكون راح لحاله. ورامون طلع مريض. والله نوتة بتجنن هاي، هذه نوتة رهيبة رهيبة جدا جدا. طبعا هو بمرض رامون خافت امه كاتالينا انه خلص سلالة عائلة سالازار. فدعت والدته كاتالينا الشيطان إلى منزلهم. الكون دييغو لقي حتفه على يد شيطان. الكون دييغو الذي سبق رامون. هل هو أبو رامون؟ لأنه سبق رامون، هل هو أبو رامون؟ ولأنه صارم قام الشيطان بين قوسين سادلر خطط لاغتياله وقتله عشان يحكم سيطرته على ابنه المريض رامون، ولهذا السبب ادعى أنه ممكن يشفي مرضه. فهمت شو قصدي؟ أعتقد دييغو الكاستلان السابع هو أبو رامون، رامون مريض رح يموت، قام هذا الشيطان بين قوسين سادلر بلش يخطط، فخطط لاغتيال الأب دييغو. بقولك لأنه لقي حتفه على يد شيطان، وهم بقولك الشيطان دعته الوالدة كاتالينا إلى المنزل ليشفي مرض رامون. هذا كله يلمح إلى سادلر، فشكله قتل الأب وادعى أنه بقدر يشفي الإبن، فبسبب يأس الوالدة دعت سادلر إلى بيتها ليشفي رامون. يمكن على الأغلب قتل أمه كمان كاتالينا وأحكم سيطرته على رامون.
شيبس. طب استنى شوي. هلا هذا هون عملوا جمع. تم منحه لقب الكونت وتكليفه بمهمة إبقاء الشياطين محبوسة تكريما لشجاعته. هلا هون جمع شياطين أي بلاغوس. هون المقصود البلاغوس. شكله كان في حرب مع البلاغوس وقدر إنه يحبسهم. مش يقتلهم، يحبسهم. أعتقد ضحى بناس كتير لهاي المهمة. عم بتخيل قاعد شو ممكن يكون عمل هذا، شو اسمه هو غريغوريو. أعتقد ضحى بناس كتير لأنه حبسهم، معناته هو استدرجهم للمكان اللي بدهم ينحبسوا فيه، هيك أعتقد. وفضطر إنه يضحي بناس لأنه البلاغوس رح يلحق ناس عشان يسيطر عليهم. لحق هدول الناس جماعته وسكر عليهم، انتهى الموضوع. I think إذا بده يكون في خطة عملها يعني، إلا يكون صار تضحية. هلأ هذا شو عمل كمان؟ بجهد بالغ تمكن من القضاء على وباء الشياطين الذي ظهر من أعماق الأرض. إذن هذا الأول حبسهم، الثاني قضى عليهم وتوفى متأثرا بجروح أصيب بها في المعركة. قضى عليهم بس شكله مش كلهم، شكله ضل. شكله ضل يا إيبوليتو، حزين شكله. لما انجرح في المعركة ومات كاين ضايل أكم من بلوقه على وباء الشياطين، مش كلهم بس اللي بعدي إجا ولا العلاقة بالدنيا، عنده جنون العظمة وبده فلوس ودعم القلعة بدفاعات بشكل مبالغ فيه وماكينات غريبة ومعقدة. شكله هذا اللي عنده جنون العظمة برضو كان مرعوب، هذا غريغوريو الثالث برضو كان مرعوب وخايف كتير، ما عندوش جرأة إنه يخوض حروب ضد البلاغوس والشياطين هدول. فعشان هيك شو عمل بالمقابل؟ عمل دفاعات. لما تقول إنه عمل دفاعات بشكل مبالغ فيه في القلعة، معناته كان مرعوب، كان خايف، خايف البلاغوس تهجم عليه. مش بس البلاغوس، شكلهم من اللي حواليه بشكل عام، فعشان هيك كان عنده جنون. هذا الموضوع عم بحاول أحلل. وبما إنه برضو عنده جنون العظمة، جنون العظمة هذا مرض، فشكله برضو جاب العيد للعائلة تبعته من ناحية سياسية. فإجا الخامس خوسيه يهدي الوضع لاستعادة شرف العائلة، إجا يهدي الوضع. كاين هذا مسالم خوسيه، والمطرف هذا إجا يبني لقاعة رقصه مش عارف إيه. وماريا إيزابيل هذه ليش الوحيدة اللي عملت إنها عاشت فترة طويلة، لا عملت حروب ولا عملت إشي. دياغو الصارم هذا اللي هون بلش هون يلعب سادلر بديله، وهون بهذا الفترة ظهر سادلر. لأنه إذا بدنا نشوف سادلر رح نحس إنه عمره من عمر الأب، أبو رامون الأصلي اللي هو أعتقد دياغو. فبلش يلعب هون سادلر، أعتقد إنه اغتال دياغو، هي لقي حتفه على يد شيطان. That's it. واو، نوتة خرافية. أعتقد هذه هي النوتة اللي حكوا عنها المنتجين والمخرجين والممثلين والجمهور. هاي تاني مرة بناخذ هذا الرمز، رمز فاسد. عجبا، من بين كل الكنوز اللي أخذتها بدك تعرفي قدي حقها؟ 15,000. تمثال مخيف مصنوع من الذهب الخالص. من بين كل الكنوز اللي أخذتها هذا أكتر واحد مثير للاهتمام، أكتر واحد مثير للاهتمام. بعدين بتحس فرعوني. نفسي أعرف شو القصة وراه. في اشي تركناه؟ نوب، مفروض لا. نفسي اعرف شو القصة وراء هذا التمثال، لانه برضو اخذناه مرة لما حلينا هداك اللغز الصعب. لغز بالنسبة لإلي صعب. اوكي رح ابيعه اشلي، طولي بالك. Welcome
Well, oh, damn. What can I do you for? انت راح تعلق عليه هذا؟ thank you. بس thank you. Well, okay. العفو. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? We're starting. Don't get yourself killed now. هيني بعته آشلي، شو رأيك؟ هلا بتقول لي ليون أغلبك بدي أطلب منك طلب صغير، ممكن روح نعمل شوبينج في مول رامون للملابس الحمصية. معلش يا سمك، معلش معلش. استنوا، كأنه هون الهيلث بيتجدد. والله شكله بيتجدد، والله شكله الهيلث في البحيرة بيتجدد. معقول؟ لأنه أنا قتلت السمك كله اللي هون. طلع بنزل السمك. ما سمكة. إيش رأيك يا ليون نروح نعمل شوبينج في رامون سنتر أنا وإنت وعنتر؟ إحنا طريقنا من فوق صح؟ أنا حايس، ما بدي أترك ولا إشي نهائي نهائي يا فنونس. اسمع، ايوه شغل لي لغمك. في كأنه كوارث جوا. ليون نزل الترية تحت. كأنه في موسيقى. Ballroom must be this way. قاعة الشفتشي والمشمشي. لا 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 لا، ضروري أسمع المقطوعة اللي شغالة هلأ بشكل كامل. ليون طخ على الترية، نزلها على الأرض، بيعها للتاجر. الترية شكلها غالي. واو. Look, there's a statue up there. الموسيقى اللي شغالة رهيبة. أحسن. No good. طب هل إذا فتنا هون؟ Ooh, you have the stench of battle on you, mate. عش تضحك. يجب تدمير الميداليات الزرقاء الأربعة. تلك الميداليات الزرقاء اللعينة وصمة عار وأريد تدميرها. إيش 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 مشكلة الميداليات الزرقاء مع التاجر؟ لنريهم أننا لسنا خائفين وأننا لن نتقبل هذا. إيش مشكلة الميداليات الزرقاء؟ تحس إنه في طار بينه وبينهم، في عداوة بينه وبينهم. المنطقة القاعة الكبرى 5 إسبينل 6 من 0 قصدي 0 من 6 6 من 0 0 من 6 عم بقرأ. هلا لو مدرس الرياضيات بيتفرج علي هيك عامل يا خسارة. قديش نتيجتك؟ 20 من 0. مش عارف ليش ضحكتني هاي. 6 من 0. استنى شوي. ترقيات المستويات التالي. إليك بعض الأخبار السارة يا صاح. اشتريت مؤخرا بعض الأدوات عالية الجودة. الآن يمكنني إجراء المزيد من الترقيات المذهلة على أسلحتك. لاحظنا تلك وزيادة قوتها بسعر مناسب بالطبع. أخبرنا فحسب إذا كنت مهتما. لاحظنا وعندك حصريات وأشياء. أوه طيب. إيش؟ على فكرة في جهاز زي هذا في breaks over I suppose. في قاعة رامون. اوه وين احنا رايحين؟ ما
طول بالك. في كنز. هي هون. ماي جاد. وهي في ميداليات هون. حسن ريلاكس. في 900,000 شغله. اول اشي اعمل سيف. تاني اشي بدي احاول انه اجيب حلي جديدة. مش عارف اذا رح يكون نفس الموضوع ولا لا. لعبة جديدة. اوكي. ماي جاد. Changing scenery could be good for your focus. هذا السب ماشين جان. يا اوكي. 3 2 1 begin. Yes. اسرع. بعدين سلاحهم حاطط لي فيه تم. او ماي جاد. شكرا اشلي. بس انا حولت اشلي. انت Oh my god! The hell? Oh my god! هذه قعدة أشلي الكلاسيكية على فكرة. أنا مش فاهم. أخذ لها تصويرة. خلصة. Ashley, shush! God, this is so stressful. Para. Oh my God. Oh, come on. لاحظت. دايما الموضوع مش سهل ابدا. كتير صعب تجيب الاس. دايما عشان تاخد الحمراء. شيبس. هات نجرب مع الشوت جون. اوكي. سلاح المفضل المعفشك. اوه ماي جاد. ام سوري.
حولت. Oh my god. Oh. Oh. يعني هذا معقول. موضوع بالخام. Oh come on. Oh. كيف دعتوا للإبعاد؟ هذه أحسن محاولة، بس شكله لازم أجيب الأهداف المدمرة اللي عليها شعار الجمجمة، بس أنا مش عم بقدر ألاقيهم عشان ضعفوا لي الأشياء. إخس ولا ديم. أوكي طيب. ما تسكت يا ولية. Pa-pa-ra-pa-pa. جبت فوق 8000. اوه هنا اخذت رمز ذهبي. يس اخذت رمز ذهبي. تم الإحراز بنسبة 100% عشان هيك أخذت الذهبية أنا. أوكي. Holy damn, this is crazy. على فكرة مش سهل. في شروط مكافأة القضاء على جميع القراصنة مع تبقي 30 أو أكثر من الثواني.
God, this is so clear, man! Come on down! كيف كل عمى؟ No, no, no! Very good! And that's the game! اخس قدي اوه 9000 وإشي اوه بس أخذت 2 فضي 3 2 1 begin! Show me what you got! ها قديه؟ Oh my god this is too hard. Well well you did better than expected. عاجبك الوضع انت انا قاعد بعاني مش عارف اجيب الاس عشان بدي اخذ وحده حمراء مش ظابط. Yeah it was fun. اوكي جبت فيهم كلهم اي بس بدي اس. نفس اللي جبناه قبل ولا حذر فزر ها 20% معدل مكافأة تصنيع قذائف بندقية الصيد ها يعني باخذ 20% رصاص زيادة زيرة يحمل درعا اوه الاشياء تغيرت انا فكرت والله بتكرروا 40% على استعادة الصحة من الأفاعي. طيب شو ممكن نجيب تاني؟ شكله الإشي راندوم بس كل مكان شو هذا الأصفار؟ تخفيض 5% على ترقيات السلاح؟ صارت الكرات صفراء. تخفيض سعر قاذف الصواريخ بنسبة 20%. محلاهم يا سلام او اوكي مفاجآت جميلة ابصر شو فيه you have the stench of battle on you mate ابصر شو فيه اشياء تانية ممكن نعملها 10% على استعادة الصحة من الاعشاب 20% معدل تصنيع قذائف هذه خلينا نحطها هون تخفيض سعر القاذف هذا لما بدنا نشتري مبدئيا ما نحطه تخفيض 30% على اصلاح السكاكين هذا اوريدي محطوط صح تخفيض 5% على ترقيات السلاح هلا اذا بدنا تخفيض وتخفيض لما بدنا نرقي او نشتري هذا 40% على استعاده الصحه من الافاعي الاعشاب اكثر من الافاعي فا ايه نايس محلا طب صار اشي عندي انا قديه هو حقه هذا 160,000 دام اوكي ليتس جو كل هاللي اشتريته لسه بقول لي اشتري تاني لك شو هاد انا وين رايح انا شفت هذه الحته من الخريطه
سالا دو أوديونسيس، قاعة الجمهور كنه. بس استنى وين رايح؟ تعال سعاد. استنى. بريكس اوفر اي سبوز. لا ما انتهتش البريك، خليك في البريك، هلكتنا. في اشي هون في ميدالية زرقاء بس شكلها تحت. هذا الباب مسكر، في ميدالية زرقاء هون. ايها. اوكي. والله موضوع التخطخين هذا هلا هو مش قصة صعب، بده ممارسة وبده واحد يكون محترف جدا في التصويب زيي. إذا أنت محترف في التصويب خلص. أوه هيها. هولي دام. أسم. What is this؟ عايزين ثلاث حتت، ثلاث حتت بوفتيك وستيك وفنونس. أوه يا. There's a symbol on the wall. يب. كنا لازم تحطهم بالترتيب الصحيح. وفي مهمة هون. المزيد من مكافحة الآفات، انتشرت الفئران في أحد أقسام القلعة وبدأت في قطم الكتب الثمينة، لكن هؤلاء الزنادقة لا يكترثون. ليتخلص أحد من تلك القواعد قبل فوات الأوان، يجب إبادة جميع الفئران. القاعة الكبرى، المكتبة. ثلاثة إسبينل. القاعة الكبرى. طيب وين المكتبة؟ This is so freaking fanatic. Damn. قلعة قد البلد. سنة. في فيران هون. ولا يمكن ورا هذا الباب. أشلي ليش بتلهتي قاعدة وحالتك حالة؟ You're dying. اللياقة عند أشلي صفر. طيب الأمانة أنا تهت رسمي. هون في ميدالية زرقاء كنه. أوه هاي شفت إيش أزرق هيو. في سلم. يا الله يلي هنا. اما تفاصيل القلعة غير شكل. ليش عمل سيف؟ قاعة الطعام. شيش كباب. موسيقى مرعبة بعدين. فار فار فار. تعال. اوه. جينا لهدول البقر. اوه. ولك. سيو سيو سيو. statue of some snakes. تمثال خرافي بس. تحياتنا لأوروتشيمارو. سوروتو بيزنسي. تسونادي. أحلى القاعة، ما أحلى الطف. dining hall. eat here. no thanks. oh. Ashley. okay. إيش في؟ Nothing's happening. Hello? So, you do a lot of missions like this? Well, yeah. But I'm not used to having such good company. Is that a compliment? Take it however you want. إيش هاد يا ليون؟ قال بالعادة، بس أنا بالعادة بكونش معايا رفقة كويسة.
ليش؟ يمكن صحيح أصدع كراوزر يمكن. مهو المهمة اللي سبقت هاي مهمته مع كراوزر Operation Javier تبع جزء Dark Side Chronicles. أوكي لازم أقعد على الكرسي الصح وهي تقعد على الكرسي الصح. في شوك وسكاكين ومعالق. أوكي فهمت. بس خليني أكمل. تعالي. بعرفش أصفر أنا. اسمع. أوكي. ركز لي أول إشي على هي وين تقعد. محرمة. كاسة. صحن فاضي. معلقة. شوكة. سكينتين. طيب. محرمة. لا. محرم. لا. لا. ايوه هذا. تعالي اقعدي هون. اوكي. الحج وين قاعد؟ ما احلى هاللغز. هذا عنده كل شيء، مشروب ومحرمه وخبزه وثلاث فنانيس وثلاث فوانيس. لا مش هذا. وين الخبزه؟ هي كنا هناك. نو انا ذس. هيو هذا. هيو. 1 2 3. Looks like we figured it out. حلو، كتير حلو، كتير حلو. ما أحلى شكل الفنونس. هلا روتشمارو. Very nice. طيب. موسيقى القلعة كأنها مرعبة شوي. أنا ما بدي أترك ولا إشي. يلا فوق. كسر حطب. ديمتريسك مش احسن من رامون. بس مين احلى، قلعة ديمتريسك ولا رامون؟ انا بالنسبة لي صراحة قلعة رامون. قلعة رامون فيها تفاصيل بالهبل. بعدين هذه بنشأ قلعة رامون او تصميم رامون. القلعة هي تصميم غريغوريو اعتقد الثالث اللي هو رقبه المهندس المعماري. انا وين رايح؟ شوف الانعكاسات. Hey Leon, there's some armor. Bet you could use it like a bulletproof vest. Little old-fashioned for my taste. Too bad. I think you'd look pretty dashing. هذه ريفرنس للكلاسيك. هاي الجملة اللي حكتها ريفرنس للكلاسيك. قال شايف هداك الدرع ممكن تستخدمه أنت وتلبسه وتستفيد منه. قال بقولها لا هذا تراث قديم. لأنه بال2005 نسخة ال2005 خمسة بارود. مش في زي اضافي ل اشلي بتكون لابسه درع. وك يسعد. استنى شوي، انا الوضع عندي معفشك. بس استنى شوي، انا معي بارود واستطيع صناعه بعض الفلافل. انا بدي اصنع. معيش اشياء فظيعه على فكره. كنت بدي اصنع بندقيه بس. هات نصنع شوت جون. ماجنوم. هات نصنع ماجنوم نحوش له. بستاهل. انا ضابه. يس نعم اخيرا. استنى وين في درج مسكر؟ وقع الكرسي ليون. انت رح تتحول. يما ترسانة أسلحة. عمل سيف. وين راحت؟ I'm freaking out. لا ما في وثب. استنى يا ابو وثب ما أسرعك. بس اعتقد في ميدالية ولا لا؟ هي فوق ولا تحت؟
من رايح انا هون بشكلها تحت انزل انا خايف على فكره I'm freaking out يلا Ashley stay up there okay be careful وراكي طلعت اوكي عم بعطوني شوت جان الوضع مش مطمن خالص خالص بالس ملالس يب قنبلة ضوئية فلافل هات مصنع سنة حسان ايش رايك ترتب بما انه الوضع حاليا رح يصير حمص رتب دام حسان سنة حسان في هيك مش شايف لا سنة خليهم ايوه هيك حوش رتب هذا ايش السمكات اسمع خد لك طلع صغير ميديوم لارج ببيع بلايز قاعد خد هاي في كمان سمكة معي والله ما انا شايفها اوكي انا مش بقدر اصنع خليك خليك we're fine hello اوكي شكله هون رح نستعين بأشلي بس طول بالك بدنا نعمل هيك يلا سخام I'm freaking out come on you can't be serious احنا شو عملنا؟ يا اضرب 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 نرمي عليكم فلاشة اضرب لسه معيش سكاكين سكينتي انكسرت والله سكينتي انكسرت اسمعي دقيقة لا اصنع لي يا صرع عمتك نقصني تعال تعال اشلي ارمي اشلي احلى اشلي 2 in 1 يسعد اشلي
معقول؟ يسعد. شو هالفخامة؟ هلا اجت السكينة. شو هالفخامة؟ استنى شوي بس. يلا يلا يلا. يلا تعالي. معك حق. You are my hero. You're not burned, are you? No. Thanks for your help. I really did the trick. On me. Got it. You are my freaking hero. أحلى أشلي. Damn. أوه بعدين جمعهم على بعض. جمعهم على بعض ووجههم محل ما هي واقفة أشلي لأنه النار تبعتها بتأثر عليهم كلهم إذا كانوا مع بعض. I mean. خدت كمان موارد سبحان الله. This is فلفل بالفسفس. Let's go man. Get that lever. No problem. Let's go. Section خرافي. هلا بتحولوا هدول. أوه في كنز هون. في رس في مسدس. تعقدت. أوه هيا. هاي أوه 15 رصاصة دايم محرزين. قاعة الطعام. ارجع. في موارد. حسان. كيف أقدر أطلع فوق؟ أوه هيها. بدي أرجع لقاعة الطعام بقدر. في هون ميدالية. هون فسفس. يلا أنا مرة مع مرة عم بعود حالي أفتح الخريطة أكثر يعني دائما بس مرات بلتي. جهاز مكعب الشكل. جسم. يحيط به إطار نحاسي. هذا للجهاز اللي بغرفة ال بغرفة ال تاجر. قلت لك هذول مش راح يتحركوا صح؟ نايس. في شيء هون؟ وين انا؟ انا رجعت. افتح افتح. تعال روح روح هون. هالو سترينجر. هالو سترينجر. ها؟ اتس ا فريكن بازل. اوكي هولي دام. يا حليلك. هيك لا هيك لا. يس افتح يا سمسم ابوابك. ويت المفتاح ضل معي. ضل معي الى لقاعة رامون. ارجع بدي ارجع. وين هو؟ بس كتير بعيد. غرفة الجم. لا هذا لسه. هاي ماي جاد القاعة قد البلد. القلعة قصدي. اللعبة كبيرة مان. لا 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 اللعبة كبيرة بحق وحقيقة. معيش أحجار. طيب خلينا نعمل اللي بين إيدينا حاليا. في قاعة الطعام في ميدالية. مفروض هاي هاي. وينها؟ هيا دام. اوكي هلا اخر وحده هاي. بس هيك انها مرميه في برا اللعبه. انتم ملاحظين انها القلعه كبيره جدا؟ يعني المشهد اللي شفناه احنا عند القارب
كان حقيقي. This is crazy man. معلش أنا توهان بالحمصان للأمانة، إني تايه للأمانة، إني تايه. هاي منطقة جد... أوم إيش في هون؟ آه الإشي اللي تحت اللغز. Holy shapes man this is. أوكي حسن، حدد هدف واعمله، حدد هدف واعمله، لأنه لأول مرة ضخامة Resident Evil بتخليني أتوه لهالدرجة هاي، يعني وبتخليني أستخدم هالخريطة بهالكترة. برضو أنا زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم أنا ما بدي أترك إشي، بدي أحاول ما أترك ولا إشي كنوز وأشياء. بس إيش في هون؟ أوكي حسان فوت هذا الباب. بالأمانة كابكوم واضح إنه إلها فترة طويلة بتشتغل على هذا المود. على هذا الطور. هاي اللعبة. طل تعرف أحكي. ولي ديم. أو. Yeah, you'll have to. حرك حرك. Oh. Oh damn. ما تعمل إشي حاليا. ممكن تعمل فلاش بس طول بالك. ترس فنتس بتسبا. It's حمص. نفس الكلاس. أو. وقع. لا هذا الكلب. على ابو ال او نو هاي ابو البلكوني يا اي نو ام غانا داي اتس اوكي انا بدي اقتل هذا الكلب دام أشلي ماتت لأنه فقعت جنبها قنبلة يدوية. مش عارف، لازم تكون اللعبة واقعية أكتر من هيك. لازم إذا فقعت جنبها قنبلة ما تموت. مش فاهم أنا وين الواقعية في الموضوع يا كلاب. نو غلوريا لاس بلاغاس. اوه احنا اجينا. طيب اوكي غلوريا لاس بلاغاس. لا ترجرج يا عليك، شو بترجرج. شوش طلع هداك، طلع هداك الكلب. معقول وساختك الوسخة.
Oh. Hi, Aham. You're serious. Shit. اسمع طولي بالك شوي. هذا متنح. خليك متنح. لا لا لا. With me. Got it. كيف يعني كيف؟ نص راسك. It's okay. هذا متنح. خليك. معلش ليان. Okay, wait. لا لا I have to. ما ينفعش. There you go. يلا عن شكلك. معيش بالسكينة. Oh no no no. No! Oh my god. وين الـ ما بيموتش. قتلها. ما بيموت. شو اعمل معه؟ تعالي بالله. مات؟ وقع سمعته وقع. اوه اتس اوكي. بنعمل. تعالي اشلي. تعالي. ممتاز. اعتقد انه مات. اوه ماي حمص. معلش. تعالي. اوه واو. لوك اواي. مش احسن اشي. بس يعني اوه بعطوني بارود. قاعدين كويس. اوه بارود اعطيني. اه بليز. انا معلق تشارم. بعطيني. اوه يس بعطيني 20% بارود. بدي اشوف هلا اذا بدي اصنع بارود قديش رح يعطيني. حاولت والله حاولت اكون يعني باقل الخسائر. الأمانة اللعبة بتوتر. ابن ال غلوريا لاس بلاغاس. اوه في فلاش هون. مشكلة باخدش راحتي بتفحص المكان وبخاف. غلوريا لاس بلاغاس. اوكي. هلا المفروض معيش بارود كفاية. هولي دام. بدي شوت جون. عمي الشوت جون يعني افضل سلاح بتفش اللي حواليك وبجيبهم لاخر فسفس. اوه ممتاز. بس اهم اشي كمان يا حلوين انه جبنا. اوه نايس جبنا الميدالية الزرقاء الاخيرة.
المعرض. غلوريا لاس بلاغاس، غلوريا لاس بلاغاس. رجع بس رهيب رهيب، خرب بيته بعدين كنه بتأثرش بالرايفل. ما هو مش معقول الرايفل قوي والدم بطع منه يعني بنضرب، فأنا مش فاهم. هذا الفصل مليان. هذا الفصل مليان زبرجد وبارود، فاحنا بنعمل هيك وهيك وهيك. انت احجار عادية مش مربعات. ياه يب. يا لك من متفائلة. making progress. طلع عليهم بقولها طلع طلع متفائلة طلع، مش عارف انه راح نموت. ما شافتنيش وانا برمي عليها القنبلة قبل شوي وجبتها 100 شقفة. سنة سنة قبل ما تطلع فوق يمكن تحت في اشي. هيو لسه شو بحكي قاعد. اوه اها وال من 6000 ل 13000 هاي الالماسة. في اشي تاني؟ غلوريا حمص فلافل، غلوريا حمص بالتبولة. هذا إذا كانت اللعبة مدبلجة عربي. هاي رمز الأربع إيدين المشع المضيء. واضح انه طقوس تضحية بس هذا اعتقد لا دخله لا برامون ولا بسادلر ولا بحدا. طقوس التضحية هاي طقوس قديمة في في عائلة سلازار. معقول كانوا يآمنوا انه عشان يخلوا الشياطين بين قوسين البلاغاس عشان يخلوهم محبوسين بعد ما حبسهم غريغوريو الأول لازم يعملوا تضحيات عشان يضلهم محبوسين؟ استنوا الأربع إيدين هدول معقول بيمثلوا دي يا بالله رمز الأربع إيدين. أعتقد والله أعلم إنه صار إله صار إله معنى تاني. لو قلنا الإيد الأولي الأولية الإيد الأولية الإيد الأولى هي غريغوريو الأول، الإيد الثانية هي إيبوليتو، الإيد الثالثة دي شوي. لو قلنا الإيد الثالثة دييغو. أنا قاعد بنقي الناس اللي كان لهم تأثير على بقاء البلاغاس محبوسة أو كانوا بيحاولوا يقضوا عليها، إنه إيد حازمة كانت. أنا مش عم بختار اللي عمل لي قاعة رقص واللي عمل لي واللي كان هادئ. الأربع إيدين والله أعلم بيمثلوا أربع كاستلنز كان لهم يد في بقاء البلاغاس محبوسة، فأنا رح أختار غريغوريو الأول عمل حرب ضدهم، إيبوليتو برضو عمل حرب، وخلينا نقول أبو دفاعات لأنه أعتقد جنونه بعمل دفاعات مبالغ فيها كان برضو تعتبر طريقة لمحاربة البلاغاس. هذا الثالث والرابع آخر واحد اللي هو دييغو. بس برضو لا مش منطق. لا لا مش منطق مش منطق. الأربع إيدين لو بدهم يمثلوا أربع كاستلنز راح يكونوا كاستلنز قدامة. أو هذا في حال إنه تم عمل الرمز بعد الكاستلن، خلينا نقول الرابع. بعد الكاستلن الرابع عملوا رمز أربع إيدين. مين أول أربعة؟ قلنا غريغوريو بوليتو، غريغوريو الثالث، وألونسو. ممكن والله. سعى ألونسو لاستعادة شرف العائلة. ممكن.
في إحدى محاولات الاستعادة شرف العائلة كان في مثلا كان في شوفوا هم الناس الهادية، هم الناس اللي بيخوفوها خاصة في الألعاب الرعب. خوسيه ألونسو الهادئ، سعى ألونسو لاستعادة شرف العائلة، فشكله هذا هيك قعد بهدوء بقول لك شو كيف ممكن نستعيد شرف العائلة وكيف ممكن نخلي البلاغاس محبوسة، خلينا نضحي نعمل طقوس تضحية. لأنه بعد ألونسو، لاحظوا بعد ألونسو إجا واحد مترف ووحدة ما عملتش إشي بس ضلت عايشة فترة طويلة، وإجا بالأخير واحد صارم كأنه ما لحقش يكمل حزين قتله سادلر برأيي. فأعتقد الأربع إيدين بيمثلوا هدول الأربعة، غريغوريو أوبوليتو، غريغوريو الثالث، وألونسو. ومن عند ألونسو الهادئ بلشت طقوس التضحية، لأنه هذه الصورة مرعبة، هاي الأربع إيدين وفي حدا بضحي بحدا قاعد، زلمة عادي ما لوش إشي بس طالع منه أشياء، طالع منه زي دخنة، طالع منه زي دخان أو بخار. صورة مثيرة للاهتمام، وهذا الرمز كتير تكرر، هو يمثل الأربع إيدين برضو بس بشكل مخيف، بشكل الأربع إيدين بس مش لوس ألمونادس. إذا بيشبه رمز بيشبه رمز 8 الأربع أجنحة بس مختلف، هذا الرموز بتشبه بعض في الهندسة في الشكل الهندسي بس مش شرط يمثلوا نفس الإشي. واو الـ Resident Evil 4 نقلة نوعية في موضوع الألغاز وفهم الأشياء اللي بتصير. هالقاعة شو اسمها؟ معرض جاليري، فيها خبايا كتير، ممكن هذه أمه على فكرة، ممكن هذه كاتالينا، لأنه هذه أكتر صورة لست بتحسها مميزة، أكتر صورة لست بتحسها مميزة كاتالينا. maybe very interesting extremely interesting. ممكن هذا دييغو الصارم، ممكن هذا أبوه. بس ابصر شو مرض رامون، ممكن على فكرة لا قال ابصر شو مرض رامون حسان، رامون ما بيكبر بالحجم، رامون يصاب بالشيخوخة مبكرا. في على فكرة أمراض زي هيك أو مرض زي هيك، يا ربي اللهم عافينا، أعتقد في مرض زي هيك إنه الواحد بيكون شكله كبير جدا بس بيكون عمره صغير. تنسوش رامون هون 20 سنة عمره، شعره الشايب وجلده المتشقق، بتحس عمره 1,000,000 سنة بس هو عمره حاليا 20. فأعتقد هذا هو المرض تبعه والمفروض يموت، لكن سادلر كنه لما حقنه بالبلاغس المسيطر كنه أو المهيمن صار هيك إنه شكله غريب. بس هذا هو مرض رامون، الشيخوخة المبكرة جدا في عمر صغير. والله أعلم. بس المشكلة اللعبة مليانة صور والصور مختلفة جدا، فأنا بحاول ألاقي صور هيك بارزة. أنا رديت رجعت لأني التهيت. ابصر موضوع الأربع إيدين هذا مثير جدا للاهتمام. وشو بعرفك ممكن نقرأ نوتة يكون فيها إشي. أشلي أري أوكي، في إشي هون مهم. أوه آخر راس، ذا راست أما أنا تكليج عربي إنجليزي، ذا راست بدل ذا لاست. أوه يس نايس، يا حلاوة الموارد الفنوسية. أعطيني بندقية بالله. استنى، هلا هو 6 رصاصات بس المفروض في معي 20% زيادة، هي قذائف بندقية. لا المهم
وين الزيادة؟ مش حكى في زيادة؟ ولا لا؟ معقول فهمت غلط؟ أكيد حسان. معي سكينتين؟ من أمتى؟ أهم إشي السمكات. منيح اللي اشترينا شنطة كبيرة ها؟ صح؟ والله منيح اللي اشترينا شنطة كبيرة. شيش. يما. اللعبة كبيرة جدا. ما صبتت بالسكينة. أعطيني سمكة. عاد صديت. جيت أصد ضربته. معلش أشلي. حاولت أصد. خرب بيتك شو إنك بهيم. رسمي يا بهيم. خلي القنابل الضوئية موضوعها حساس جدا في اللعبة. نحن بعطوك بارود قاعدين. كلاب. جلوريا راس فلافل. جلوريا راس حمص. هلا ايش نعمل؟ هون باب مسكر. اي ثينك. لا ايش في هون؟ هديك على الجهة الثانية. السلم هداك لسه ما وصلنا له احنا، بس كيف بدنا نوصل له؟ من هون. اوه بس هون في درج او سلم. لما نحل اللغز. طيب اوكي انا مبسوط ان هالخريطة فاضية من ناحية كنوز. احنا اجينا هون. ويت. او ماي جاد. الفناء. هذا الدرج المغلق. على فكرة انا معي مفتاح. تعرفوا ايش؟ راح ارجع. راح ارجع. معي مفتاح. تعالي يا اشلي. هنا من كزدر. في احلى من انك تكزدر وتتمشى في لعبتك الجميلة ريزيدنت حمص. وهاي هم فاتحين للباب. في صوت كلاب. اشلي اركض. بدناش شردات. ها هدول احنا كسرناهم. سبحان الله كل ترجعة فيها. يس. اوه يلا تعالي نشوف شو في بالدرج. جلوريا لاس بلاغاس. جلوريا لاس بلاغاس. يما عتمة. يا حسان طول بالك. ليون بفوت زي اللي بقى. ها بسرعني ليون لما يفوت الابواب. مكسور الطريق. او في درج. او دايم. بقدر ارجع؟ او دايم والله بقدر. موري بدل مويري. كراثونس. شو يعني؟ كراثونس عمتك. على فكرة في درج هون. استنى في. او ما هو انا هذا اللي رايح له اصلا. استنى وينه؟ او ماي جاد حسان. كأنهم الاعداء رسبنوا. هيو
قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك. خنفشاء مشركشة وينها؟ 12,000 جعران مصنوع من اللازورد والذهب الخالص. شو يعني الجعران؟ ما احلاه. يي لشك قرب على الشاشة. من امتى بيقربوا على الشاشة لهالدرجة هدول؟ يي بس رهيب، منظر مرعب. شش اشلي طلعش صوت، خلص نروح. اوه هذا ايش؟ هلا هذا اشي بده يكون ما قدرتش اعمله، بده يكون درج مغلق، بده يكون اشي مسكر. يعني بليز، مش لهالدرجة انا مش شايف اشي. Glory Las Plagas، Glory Las Plagas. فكرت فيش طريق لما وقع الجحش الجيجانت المدرع الفنونيس. بعدين الكنوز منوعة ومزخرفة وأشكالها جميلة والإضاءات عليها معكوسة وفنونس. يعني حلو تجيبهم بس اللعبة توهان، توهان رسمي وتحدياتها صعبة أكيد. اعمل حالك مش شايف، امشي. فأكيد لعبة كبيرة زي هيك بدها تكون غنية بالمعلومات، غنية بالمعلومات. نعمل سيف ونبيع، نشوف شو ممكن نعدل. اه صح، عملنا ريكويست احنا. Well look at you mate. What you buying? اخس ضايل بس ضايل فار. لا هذا لسه بكير عليه. Ruby's all rubber, thank you. Oh yeah. Good luck to you, stranger. شكرا، لمعنى انك محترم. انت لازم تزيد معدل اطلاق نارك. Try that on for size. وانت يا فسفس بدنا نزيد a well-tuned weapon. زيادة القوة ونطاق التفجير. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Will that be all then? أنا معي 17 سبينل. There's some things money can't buy. من أمتى؟ أنا معي 17، ما بدي أجيب الحقيبة الحمراء عشان أجيب لي أعشاب حمراء بس. لا لا خلينا نجيب إشي أحسن. أوه أنا بدي أجيب هذا. قلنا أنا حكيت بدي أجيب هاد. استنى شوي بس قبل خلينا نبيع اللي معنا. يا رب ما أكون بجيب العيد قاعد. هاي هاد. Well, I can certainly do something with this. You're trying to thread a needle with a bullet there, mate. Yes. موتيلدا. هلا الهدف الثاني راح يكون الترقية. تمنح الترقية في أي وقت ومهما كان مستوى السلاح. بقول لك أنا معي 10 سبينل، إن شاء الله أقدر أجيب 20. Okay. One. It's all right. Hang on. What? One. Ooh. Yes. That's nice. على فكرة تطوير هذا خرافي ها، ديروا بالكم تطويره رهيب، تطويره رهيب. بقول لك بوسع نطاق الانفجار وإشي. هلا في آخر فار المفروض يكون في المكتبة، بس أنا هل وصلت لمكان اسمه المكتبة؟ مش عارف. يعني هل حل هذا اللغز رح يودينا لا إشي فرعي؟
stay back. لا 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 شو صار؟ على فكرة أنا اللي بلعب بس بحب أقولكم معي حركاتي الخاصة. يجب ايش؟ او ماي جاد او ماي جاد يعني شايفين هون وجه اشلي ممتاز. التعابير الوجهيه عليها ممتاز جدا. ليون بحاجه لتظبيط شوي جوا الجيم بلاي. استنوا انا بس في يا رب ما يكون راح علي اشي لانه لو راح علي اشي انا كثير حزعل. عم بضطر اعمل سيف فوق سيف فبحاول اكون ذكي في هذا الموضوع. هاي هاي اضاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بسم الله الرحمن الرحيم؟ جهزوا ادانيكم لصرخه اوبراليه من اللي هي جايبها طازه من خلته فتحيه. ايش هالصوره هاي؟ او ماي جاد. وال ايش بالنسبه لغرفه تشيف ايرونز غرفه التحنيط؟ لا إله إلا الله. حسيت إنه أو كل هيبة. إحنا وين؟ يا ريتك قتلتيه. كان عملنا المهمة. هاي المكتبة. إذا هون إلنا جاية مع ليون. أوكي ممتاز. نقزتيني. تحكيش وتحكيش. هل هذه ساعة؟ مش عارف. كأني شفت شعار أمبريلا. وقف شوي. كأني شفت شعار أمبريلا. الطريق إلى الضريح المخفي يجيب الأسلاف الراقدين على الوقت المختار. إذا كانت بركة السيد هي مبتغاك فتشجع ولا تهاب الظلام. طولي بالك يا آشلي. هو بيشبه الشعار. لا 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 بيشبهه. هذا كتير الأحمر. شعار أمبريلا غير. بس شبه في شبه. نقزني صراحة بس لا مش هو. اوه 11 او 12 الا 10. مش هو صح؟ يا اوكي اوكي. اذا واضح انه في اشي هون. زي لين بتفتح الباب صرع بعما. فكرت الشعار اللي على الباب شعار امبريلا. انصرعت. وش جابها هون؟ الوقت المختار بتقول لي.
كارثة. I'm freaking out baby. فيش حدا صح؟ احنا وين؟ احنا في المكتبة. هذا كنز. لا 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 ارجعي ارجعي. او هذا ايش؟ او ساعة الجد. او اوكي اوكي اذا الكنز هون. انا فكرت الباب هو الكنز فقلت بدي ارجع. الكنز ورا ورا الرف. طولي بالك سعاد. ما انت فوتي فوتي ما يعلم بيها الا ربنا. ايش بالنسبة للحيوانات؟ تو ماتش. تهو. كنز. ياس. او واو. كنا بده مفتاح. بدي شلاف. في كمان كنز. بده فنونيس. لا لا لا. تهو. دام. طيب. A hidden staircase. It must lead to a secret room or something. A hidden staircase. Sheesh, شو هالمكان؟ على فكرة أصلاً الكنز مش في الطابق تبعنا. أنا المشكلة بلتخم في موضوع الكنز. ومش بنتبه مرات انه بكون جراي فمش مبين فلازم تطلع طابق او اشي عشان تاخده. هلا صار موجود. او ماي جاد. او معنى هاي تبعت ليون. طيب اتس اوكي. وشفنا الفار اللي لازم نقتله. اوكي. في صوت اشي. في صوت اشي. معقول حتستخدم المفتاح للكنز؟ أرفسي أرفسي أرفسي. في شي بتحرك قاعد. النار الزرقاء هاي نقطة ضعف. ها؟ اوكي. نايس. النار الزرقاء هادي عاملة او ضوها عامل زي ضو الشمس تقريبا. بتوقف البلاغس وبتجمده بارضه. طب سؤال احنا شو ال طب بس هادي كيف بدنا نحلها؟ جزء مع ليون على فكرة. جزء طولي بالك. او ماي جاد حسان. الله. وناو.
في صوت ساعة. وينها؟ اطلع. اوكي. في صوت ساعة. الوقت المختار. ما احلى السكشن تبع اشلي للامانة. مش عارف ليش تذكرني بظلال روز. ايه نقزني الكاتسين. بسم الله. ليون؟ شش. Are you okay? Hang on. I'll figure something out. في كمان مفتاح الخروج من هذا المكان اللعين هو شارة عائلة سالازار. لآثر عليها يجب أن أجازف وأذهب إلى المكان الذي توجد فيه هذه الدروع الملعونة، الضريح السري. أيها السيد العطوف، طبق عدلك الحق على المغتصب الشرير الوحش المجنون رامون سالازار. هذا أمين المكتبة. بس مع مين بيحكي؟ مين السيد العطوف؟ وعسى أن يحمي، وعسى أن يحمي ضوءك الأزرق المبارك خادمك المخلص. أيها السيد العطوف، طبق عدلك على الحق على المغتصب الشرير الوحش المجنون رامون سالازار. فيش إشي تاني. آخر إشي هاي. أمين المكتبة بيحكي مع مين؟ مين السيد العطوف؟ كمان ساعة. This is crazy man. شوش. Oh yes. أنا بقول آخر واحد. نننننن. Oh thank you. That's nice. هذا السيد العطوف صار ملفوف. What the hell is this؟ شو صاير هون؟ الساعة V11X11 يعني 7 و مكتوبة بسرعة. ايش بعدها مكتوب؟ الساعة يعني 7:12 دقيقة. maybe 7:12 دقيقة. let's try it. no. طابع 12:07. لا او ماي جاد. استنى بس خلينا نجرب هاي 12. لا وينها العقرب الصغير على السبعة؟ 7:12. العقرب الصغير على السبعة هيك. ايوه حسان على 7 مش على 8. حاول هيك. ما يسرع اهلك. يس استيني. بس لسه بدنا نرجع المفروض. يما 7. نايس. Damn, I'm freaking out. Get lost. Get lost.
بليز دونت لوك باك. ليتس جو. يس. النار الزرقاء هاي تمثل الأشعة فوق البنفسجية كنه. واو احنا وين؟ هولي دام احنا وين؟ عشان هيك بيجمد في أرضه البلاغا، بفرجيك تأثير الشمس عليه. يمه عجب. باي فريكس. ووو شيبس. I am done with armor. برضه هذا ريفرنس للكلاسيك. خلص انا ما بدي البس الدرع نهائي. Didn't I just say I was done? حزينة. احلى اشي بالسكشن تبعها انه كل شيء حواليها دروع دروع دروع. ركز ركز استنى تخبطش اي اشي يمين وشمال. شكله بدنا نرن الترنم لملم. هذا بالنسبة لإلي حاليا أطول فصل لحد الآن، تقريبا 3 ساعات إلي، مش تقريبا إلي 3 ساعات حاليا. أيوة أوكي. من اليمين للشمال صح؟ خلينا نمشي مع عقارب الساعة. حصان، البحر، غزال، نسر، أفعى. هاي الأفعى بدي أشوف وينهم بالأول. هاي حصان البحر وهاي النسر. وين الغزال؟ حصان البحر، غزال، نسر، أفعى. هاي هناك. طيب حصان البحر. This sucks. غزال. نسر ركز. بسم الله انا مرعوب. الحمد لله طلع صح، احمدك يا رب. ولكن ان شاء الله بنقضى عليك يا درع يا وسخ يا مصدي يا مفسفس يا مفسفس يا مسمس. نو. Didn't I just say I was done? خرب بيتهم. وين رايح حد؟ شو هاي العين الحمراء؟ دام وال حياتها كلها دروع في دروع في دروع. عن جد what the heck؟ استني what the hell is going on؟ قمر نجمة مع قمرة. what the freak is going on؟
هو حكى انه الطريق للخروج هو هو شعار سالازار. طب شو شعار سالازار؟ اربع ايدين. اوكي حط يا بدك تحط الاشكال، دائرة، قمر، نجوم، زبط صح؟ اوكي تحط الفوانيس ذات الشكل الصحيح. هاي شعار عائلة سالازار. هذا شعارهم، الغزال مع الأفعى. غريب الشعار صراحة. أنا اللي عملته صح؟ شو يعني؟ والله صح طلع. ستيلث. يا في بلاكة كانت طالعة من ايده. لا بس ليش؟ يو كوابيس آشلي الدرعية، كوابيس آشلي الخاصة بالدرع. حزينة كرهة الدرع واللي اخترع الدرع. شو يعني؟ يخرب بيتك احلى اشلي دوتش اشلي. نو كملي سعاد. استنى هي من وين الطريق؟ قتلناها كنا هوا. انا مش شايف الطريق. الدنيا عتبة. وهذا اللي هون تبع ليون. God, this is creepy. سان كنا علقت انا يا امي. وين باب؟ في باب. ايوه افتح 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 افتح. هلو. لا يعني مش من هون. لا مش من هون. انت اجيت من هون. قتلناها. Oh my god. اطلع الدرج. والله ما نعرفني الطريق. من هون صح؟ من هون.
هيا almost there. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأمانة برج رج قاعد. أو يا سير يلا. ليون. Ashley, are you all right? Yeah. Give me a sec. I'll get you out. Sheesh. أيوة. Yeah. عن جد القرف ده. Hey, try this. اسمعي ارفع الرافعة. Can you make it down? I can catch you. Yeah, I think so. أهو القفص كان له مفتاح. نايس. لا لا اوه رهيب رهيب. لا لا والله انه جميلة اشلي، مرافقتها كانت لطيفة والسكشن تبعها رهيب. هولي دام أصحابي وصلنا لنهاية الفصل، يعني وصلنا لنهاية الفيديو. الفصل الجاي العاشر رح يكون الفيديو الجاي. الحماس فنونس أصحابي، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أنا بتشكركم كتير للمتابعة أحلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.